عدد كبير من العضلات بأوتارها موجود في مفصل الكتف، دورها إنها بتحافظ على استقرار مفصل الكتف في مكانه والتحكم في حركة الجزء العلوي من الدراع. عضلات الكتف بسبب كترتها ممكن نقسمها لأربع مجموعات. المجموعة الأولى هي العضلات اللي بتربط الطرف العلوي بالعمود الفقري، muscles connect the upper extremity to the vertebral column، وهم خمس عضلات: trapezius muscle، levator scapulae muscle، latissimus dorsi muscle، rhomboid major muscle، ورhomboid minor muscle. الترابيزيوس مسل من أكبر العضلات اللي بتوصل بين أجزاء الطرف العلوي والرأس والعمود الفقري، وهي عضلة على شكل مثلث وبتغطي الجزء الخلفي من الرقبة والنصف العلوي للظهر، وبتتصل الترابيزيوس مسل بالكرينيوم عن طريق الإكسترنال أوكسيبتال بروتيوبرنس اللي اختصارها EOP واللي موجودة في الأوكسيبتال بون. والترابيزيوس مسل بتتصل بالعمود الفقري عن طريق الليجامينتم نوكي والسباينس بروسيس للفقرات، بداية من الفقرة العنقية الأخيرة C7 للفقرة الظهرية الأخيرة T12. والأجزاء اللي بتتصل بها الترابيزيوس مسل من الأبر ليمب هي الكلافيكل والأكروميوم بروسيس أوف ذا سكابولا والسكابولار سباين. يبقى الأوريجين بالنسبة للترابيزيوس مسل هو الأوكسيبتال بون والليجامينتم نوكي والسباينس بروسيس أوف C7 تو T12. والانسيرشن للترابيزيوس ماسل هو الكلافيكل والاكروميوم بروسيس اوف ذا سكابولا والسكابولار سباين. وظيفه الترابيزيوس ماسل هو انها بتنفذ اربع وظائف للوح الكتف، وهما استابلايز اليفيت ريتراكت اند ديبريس ذا سكابولا، تثبيت ورفع وابعاد وضغط السكابولا. ليفيتور سكابيولاي ماسل هي تاني عضلة من مجموعة العضلات اللي بتوصل بين أجزاء الطرف العلوي والعمود الفقري، والليفيتور سكابيولاي ماسل موجودة في عمق الرقبة من الخلف بحيث إنها بتتصل بالترانسفيرس بروسيس للفقرات العنقية من الفقرة العنقية الأولى للفقرة العنقية الرابعة، وبتتصل بالسكابولا عند السوبيريور أنجل أوف ذا سكابولا. يبقى الأوريجين بتاع الليفيتور سكابيولاي ماسل هو الترانسفيرس بروسيس أوف C1 تو C4، والإنسيرشن هيبقى superior angle of the scapula. وظيفة الليفيتور سكابيولاي ماسل هو إنها بتعمل حاجتين للسكابولا: elevate and medial rotate the scapula، رفع ودوران لوح الكتف للداخل. لاتسمس دورساي ماسل هي العضلة الثالثة من مجموعة العضلات اللي بتوصل أجزاء الطرف العلوي بالعمود الفقري. اللاتسمس دورساي ماسل بتغطي الجزء السفلي من الظهر بحيث ان امتدادها بيشمل اخر 6 فقرات في الفقرات الظهرية وكل الفقرات القطنية والإلياك كريست واخر 3 ضلوع، وبتتصل بالعضد في جروف اسمه انترتوبيركولار جروف. يبقى الاوريجين بالنسبة للاتسمس دورساي ماسل هو السباينس بروسيس لكل من الفقرات T7 لحد T12 والسباينس بروسيس لجميع الفقرات القطنية واخر 4 ضلوع والإلياك كريست. والانسيرشن هيبقى الانترتوبيركولار جروف اوف ذا هيومرس. وظيفه اللاتسمس دورساي ماسل هو انها بتعمل 3 حاجات للهيومرس: ميديال روتيشن واكستنشن وادكشن، الدوران للداخل وامداد وتقريب العضد للجسم. رومبيد ماجور اند رومبيد ماينور ماسلز هم العضلة الرابعة والخامسة من مجموعة العضلات اللي بتوصل بين أجزاء الطرف العلوي والعمود الفقري، والعضلتين موجودين تحت الترابيزيوس ماسل. الرومبيد ماينور ماسل أعلى وأصغر من الرومبيد ماجور ماسل، والاتنين في نفس الحذاء من بعض، وبيتصلوا بالعمود الفقري من خلال السباينس بروسيسس للفقرات من الفقرة العنقية الأخيرة للفقرة الظهرية الخامسة، ومن الناحية التانية بيتصلوا بالجانب الداخلي للوح الكتف. يبقى الأوريجين بالنسبة للرومبويد ماينور ماسل
هو الـ Spinous Processes of C7 to T1، والـ Origin بالنسبة للـ Rhomboid Major Muscle هو الـ Spinous Processes of T1 to T5، والـ Insertion بالنسبة للـ Rhomboid Minor Muscle هو الـ Medial Border of the Scapula above the Scapular Spine، والـ Insertion بالنسبة للـ Rhomboid Major Muscle هو الـ Medial Border of the Scapula below the Scapular Spine. وظيفتهم الاثنين هو سحب أو ضم لوح الكتف وتثبيتها. Retract and fix the scapula. والمجموعة الثانية هي عضلات لوح الكتف Muscles of the scapula، وهم 6 عضلات: Deltoid muscle، Teres major muscle، Teres minor muscle، Supraspinatus muscle، Infraspinatus muscle، Subscapularis muscle. Guys! Deltoid muscle هي أكبر عضلات لوح الكتف، والدلتويد مصل عبارة عن عضلة مسطحة على شكل مثلث is a triangular shaped flat muscle. الدلتويد مصل بتمتد من الدلتويد تبرستي الموجودة على الجانب الخارجي من الهيومرس، ومن الناحية التانية اللي بنعتبرها قاعدة المثلث بتتقسم الدلتويد مصل لثلاث رؤوس. رأس بتتصل بالكلافيكال اسمها anterior head أو clavicular head، ورأس بتتصل بالأكروميوم بروسس اسمها middle head أو الأكروميال head، ورأس ثالثة بتتصل بالسكابولار سباين اسمها posterior head أو spinal head. الانسيرشن للثلاث رؤوس ثابت وهو الدلتويد tuberosity of the humerus shaft، والأوريجين بالنسبة للأنتيريور أو الكلافيكولار هيد أوف ذا دلتويد ماسل هو الكلافيكال، والأوريجين بالنسبة للميدل أو الأكروميال هيد أوف ذا دلتويد ماسل هو الأكروميوم بروسيس أوف ذا سكابولا. أما الأوريجين بالنسبة للبوستيريور أو السباينال هيد أوف ذا دلتويد ماسل هو السكابولار سباين. وظيفة الدلتويد هيد بتختلف من رأس للتانية، يعني عندك مثلا الأنتيريور هيد بتعمل فليكشن وميديال روتيشن للهيومرس، والميدل هيد بتعمل ادكشن للهيومرس، والبوستيريور هيد عكس الانتيريور هيد بتعمل اكستنشن ولاترال روتيشن للهيومرس. تيريز ميجور ماسل هي العضلة الثانية من عضلات لوح الكتف، وهي من ضمن العضلات الموجودة على الجانب الخلفي من مفصل الكتف، وبتمتد التيريز ميجور ماسل من الزاوية السفلية للوح الكتف لحد الشفة الداخلية للانترتوبركال جروف اوف ذا هيومرس. يعني الانسيرشن بالنسبة للتيريز ميجور ماسل هو الميديال ليب اوف ذا انترتوبركال جروف اوف ذا هيومرس، والاوريجين بالنسبة للتيريز ميجور ماسل هو الانفيريور انجل اوف ذا سكابولا. وظيفة التيريز ميجور ماسل هي انها بتعمل 3 حاجات للعضد: اكستنشن وادكشن وميديال روتيشن اوف ذا هيومرس، مد وتقريب ودوران العضد للداخل. الأربع عضلات الباقيين من العضلات الستة للوح الكتف وهما السوبراسباينيتس ماسل والإنفراسباينيتس ماسل والتيريس ماينور ماسل والسابسكابولاريز ماسل بيترصصوا جنب بعض علشان يحيطوا بالسكابولا وبيكونوا حاجة اسمها روتيتور كاف. ودور الروتيتور كاف هو انها بتوفر الاستقرار التام والفعال لمفصل الكتف في وقت الحركة، وبتساهم في تقريب وابعاد ودوران مفصل الكتف. السوبراسباينيتس والانفراسباينيتس والتيريس ماينور ماسل التلاتة موجودين على الجانب الخلفي من الاسكابولا، والانسيرشن للتلات اربطة الخاصين بيهم بيكون الجريتر توبيركل اوف ذا هيومرس. السوبراسباينيتس ماسل موجودة داخل السوبراسباينس فوسا اوف ذا سكابولا، وبتمتد من اسفل الاكروميو كلافيكولار جوينت لحد ما توصل للجريتر توبيركل اوف ذا هيومرس. يبقى الانسيرشن بتاعها هيكون الجريتر توبيركل اوف ذا هيومرس، والاوريجين للسوبراسباينيتس ماسل هو كل السوبراسباينس فوسا. وظيفتها انها بتساعد في ابعاد الهيومرس وبتحافظ على استقرار الجلينو هيومرال جوينت. الانفراسباينيتس ماسل موجودة أسفل السكابولار سباين، وهي عضلة مثلثة الشكل
والإنسرشن بالنسبة للإنفراسباينيتس ماسل هو الجريتر توبيركل أوف ذا هيومرس، والأوريجين هو الميديال بوردر أوف ذا سكابولا من الجانب الخلفي. وظيفة الإنفراسباينيتس ماسل هو اللاترال روتيشن أوف ذا هيومرس وتثبيت مفصل الجلينو هيومرال جوينت. وأسفل الإنفراسباينيتس ماسل موجود التيريس ماينور ماسل على نفس الحذاء ونفس الانسيرشن، وهو الجريتر توبيركل اوف ذا هيومرس، لكن الاوريجين للتيريس ماينور ماسل هو اللاترال بوردر اوف ذا سكابولا. وظيفه التيريس ماينور ماسل هو نفس وظيفه الانفراسباينيتس ماسل، لاترال روتيشن اوف ذا هيومرس وستابلايز ذا جلينو هيومرال جوينت. واخر عضله من عضلات السكابولا هي السابسكابولاريز ماسل، واللي موجوده على الجانب الامامي من السكابولا، وهي عضلة مثلثة الشكل. والإنسيرشن بالنسبة للسابسكابولاريز ماسل هو الليزر توبركل أوف ذا هيومرس، والأوريجين هو كل السابسكابولار فوسة. وظيفة السابسكابولاريز ماسل هو الميديال روتيشن للهيومرس ومنع أي إزاحة في مفصل الكتف للأمام. وبكده نبقى خلصنا تاني مجموعة من عضلات الكتف، وهي عضلات لوح الكتف. المجموعة الثالثة هي مجموعة العضلات اللي بتربط أجزاء الطرف العلوي بالجدار الأمامي للقفص الصدري، muscles connect the upper extremity to the anterior thoracic wall. والمجموعة دي أربع عضلات بس: pectoralis major muscle، pectoralis minor muscle، serratus anterior muscle، subclavius muscle. اتفضل. ايه ده؟ ده الباقي. ده اللي اتفضل بسك؟ فدايا. البكتوراليز ميجور والبكتوراليز ماينور ماسلز هما أول عضلتين من العضلات اللي بتوصل أجزاء الطرف العلوي بجدار القفص الصدري، وأكبرهم هو البكتوراليز ميجور ماسل، ودي عضلة على شكل مروحة كبيرة بتغطي الجزء العلوي من الصدر. والبكتوراليز ميجور ماسل من ضمن مميزاتها إن لها رأسين، رأس بتتصل بالكلافيكال فيبقى اسمها كلافيكولار هيد، ورأس بتتصل بالستيرنم فيبقى اسمها ستيرنال هيد. الأوريجين بالنسبة للبكتوراليز ميجور ماسل هو الكلافيكال والستيرنم والكوستال كارتليج لأول 6 ضلوع والأبروريسيز أوف ذا إكستيرنال أوبليك ماسل. والإنسيرشن بالنسبة للبكتوراليز ميجور ماسل هو الشفة الخارجية للإنترتوبيركولار جروف أوف ذا هيومرس. وظيفة البكتوراليز ميجور ماسل أربع حاجات أساسية بتشارك في مد وثني وتقريب العضد ودورانها للداخل: extension وflexion وadduction and medial rotation of the humerus. وبرضو البكتوراليز ميجور ماسل بتشارك في عملية التنفس أثناء الشهيق. نيجي بعد كده للبكتوراليز ماينور ماسل، واللي موجودة أسفل البكتوراليز ميجور ماسل في الجزء العلوي من الصدر. والبكتوراليز ماينور ماسل عضلة مثلثة الشكل لها 3 رؤوس، بحيث ان الاوريجين الخاص بها هو السطح الامامي للضلع الثالث والرابع والخامس. والانسيرشن بالنسبة للبكتوراليز ماينور ماسل هو الكروكويد بروسيس اوف ذا سكابولا. ودور البكتوراليز ماينور ماسل هو ضغط السكابولا لاسفل وللداخل مع رفع الضلوع. سيريتس أنتيريور ماسل هي العضلة الثالثة من العضلات اللي بتوصل أجزاء الطرف العلوي بجدار القفص الصدري. والسيريتس أنتيريور ماسل عبارة عن عضلة مسننة على شكل منشار موجودة بين الضلوع والإسكابولا. والأوريجين بالنسبة للسيريتس أنتيريور ماسل هي الزوايا الضلوع من الضلع الأول للضلع التاسع. والإنسيرشن هو الجانب الداخلي للوح الكتف ميديال بوردر أوف ذا سكابولا. وظيفة السيريتس أنتيريور ماسل هو تثبيت وحماية الاسكابولا ودورانها. سابكليفياس ماسل هي آخر عضلة في مجموعة العضلات اللي بتوصل بين أجزاء الطرف العلوي وجدار الصدر، وهي عضلة صغيرة مثلثة الشكل بتوصل بين أول ضلع والترقوة. يبقى الانسيرشن بالنسبة للسابكليفياس ماسل هو الكلافيكال، والأوريجين يبقى الفيرست ريب. وظيفة السابكليفياس ماسل هو تثبيت لوح الكتف وشد الترقوة للأسفل وللأمام. وبكده نبقى خلصنا المجموعة الثالثة من عضلات مفصل الكتف.
والمجموعة الرابعة والأخيرة هي مجموعة العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الدراع Muscles of Upper Arm، ودول خمس عضلات، ثلاثة موجودين في الجزء الأمامي وهما البايسيبس براكاي ماسل والبراكياليس ماسل والكوراكو براكياليس ماسل، واثنين موجودين على الجانب الخلفي ترايسيبس براكاي ماسل وأنكوناس ماسل. تعرف ياباني؟ معرفش. هنعلمك وداعي على لمبي. بايسيبس براكاي ماسل هي أول عضلة من مجموعة العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الدراع، والبايسيبس براكاي ماسل موجودة على السطح الأمامي للهيومرس، وتسمت باسم بايسيبس لأن بيمتد منها راسين بيتصلوا بمفصل الكتف، اللونج هيد وشورت هيد. الوتر الخاص باللونج هيد بيمر من السوبراجلوناي التوبيركل ويعدي خلال الانترتوبيركولار جروف أو البايسيبتال جروف، علشان بعد كده يتحد مع الشورت هيد اللي بيكون وترها متصل بالكروكويد بروسيس اوف ذا سكابولا، فالاتنين بيتحدوا مع بعض ويكونوا البايسيبس براكياي ماسل، واللي بينتهي اتصالها بعد كده في صورة وترين. الوتر الأقوى بيتصل بالراديال توبرستي، والوتر التاني بيكون البايسيبتال أبونوروسيس، واللي بيتصل بعد كده بالألنار توبرستي. يبقى الانسيرشن بالنسبة للبايسيبس براكاي ماسل هو الراديال توبرستي والبايسيبتال أبونوروسيس، والأوريجين هيبقى حاجتين، بالنسبة لللونج هيد هيبقى السوبراجلوناي توبركل، وبالنسبة للشورت هيد هيبقى الكروكويد بروسيس اوف ذا سكابولا. وظيفة البايسيبس براكاي ماسل هي العضلة المسؤولة عن تاني مفصل الكوع فليكشن اوف ذا إلبو جوينت. كوراكو براكياليس ماسل هي العضلة التانية من العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الدراع، والكوراكو براكياليس ماسل عبارة عن عضلة طويلة ورفيعة بتمتد من الكوراكويد بروسيس اوف ذا سكابولا لحد الجانب الداخلي من اعلى الهيومرس على نفس محاذاة الشورت هيد اوف ذا بايسيبس براكياي ماسل. يبقى الانسيرشن بالنسبة للكوراكو براكياليس ماسل هو السوبروميديال سيرفيس اوف ذا هيومرس، والاوريجين هو الكوراكويد بروسيس اوف ذا سكابولا. وظيفة الكوراكو براكياليس ماسل هو إنها بتساعد في تقريب العضد وطويها للداخل، وبرضه بتساعد في تثبيت الهيومرال هيد داخل الجلينويد كافيتي. براكياليس ماسل هي العضلة الثالثة من العضلات اللي موجودة في الجزء العلوي من الدراع. البراكياليس ماسل من أهم العضلات اللي موجودة على السطح الأمامي لمفصل الكوع، لأنها العضلة المتحكمة الأولى في تاني مفصل الكوع، والأوريجين بالنسبة للبراكياليس ماسل هو السطح الأمامي لأسفل العضل، والإنسيرشن هو الألنر توبرستي والكورونايد بروسيس. وظيفة البراكياليس ماسل زي ما قلنا العضلة المتحكمة الأولى في تاني مفصل الكوع فليكشن أوف ذا إلبو جوينت. ترايسيبس براكياي ماسل هي العضلة الرابعة من العضلات اللي موجودة في الجزء العلوي من الدراع، والترايسيبس براكياي ماسل موجودة على السطح الخلفي من الهيومرس، وتسمت باسم ترايسيبس لأنها بتحتوي على ثلاث رؤوس بيمتدوا منها وهما اللونج هيد واللاترال هيد والميديال هيد. اللونج هيد بتتصل بالإنفراجلوناي التوبركل أوف ذا سكابولا، واللاترال هيد بتتصل بالسطح الخلفي للعضد أسفل الجريتر توبركل، والميديال هيد بتتصل بالسطح الخلفي للعضد أسفل الراديال جروف، والتلاتة بيتحدوا مع بعض فبيكونوا الترايسيبس براكياي ماسل، واللي بتتصل من الناحية التانية بالأولوكرينون بروسيس أوف ذا ألنا، وهو ده الإنسيرشن الخاص بالترايسيبس براكياي ماسل. أما الأوريجين يبقى زي ما قلنا بالنسبة للونج هيد هو الإنفراجلوناي التوبركل أوف ذا سكابولا، والأوريجين بالنسبة لللاترال هيد هو البستيريور سيرفيس اوف ذا هيومرس بيلو ذا جريتر توبركل، والاوريجين بالنسبه للميديال هيد هو البستيريور سيرفيس اوف ذا هيومرس بيلو ذا راديال جروف. نيجي بعد كده لوظيفه الترايسيبس براكاي ماسل، وتتلخص في ان الترايسيبس براكاي ماسل
تعتبر العضلة الرئيسية المسؤولة عن بسط ومد الساعد، the main extensor of the forearm. Anconeus muscle هي العضلة الخامسة والأخيرة من مجموعة العضلات اللي موجودة في الجزء العلوي من الدراع. والأنكونيوس مسل عبارة عن عضلة صغيرة مثلثة الشكل موجودة على السطح الخلفي للكوع، وبتظهر كأنها تكملة للترايسيبس براكاي مسل. الأنكونيوس مسل بتمر بشكل مائل بين كل من اللاترال إبيكوندايل أوف ذا هيومرس والسطح الخلفي للأوكرين بروسيس أوف ذا ألنا. يبقى الإنسيرشن بالنسبة للأنكونيوس مسل هو الدورسال سيرفيس أوف ذا أوكرين بروسيس، والأوريجين هو اللاترال إبيكوندايل أوف ذا هيومرس. وظيفة الأنكونيوس مسل هو انها بتساعد الترايسيبس براكاي مسل في مد او بسط الساعد، assist in extension of the forearm.